حوار عرض إبداعي بأضواء الليزر ضمن احتفال نور الرياض في نسخته الثالثة. الزميل خالد الجبر رصد لنا هذا التقرير، نتابع. تحت شعار قمرة على رمال الصحراء انطلقت النسخة الثالثة من احتفال نور الرياض، أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، حيث تتوزع مواقع الاحتفال في 5 مراكز في العاصمة، وهي مركز الملك عبدالله المالي، وادي حنيفة، وادي نمار، ومنتزة سلام، وحي جاكس. ويضم الاحتفال أكثر من 120 عملا فنيا يقدمها ما يزيد عن 100 فنان من 35 دولة، من بينهم أكثر من 35 فنانا سعوديا. واحد تلك الأعمال هو حوار للفنان الألماني كريستفور، وهو عمل فني يستمر لفترة 7 دقائق باستخدام 557 ضوء متحرك وأربع أجهزة ليزر فائقة الطاقة مع صوت موسيقى متزامن. احتفال نور الرياض 2023 هو أحد برامج مشروع الرياض آرت. الرياض آرت هو من المشاريع الأربع الكبرى اللي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله بمبادرة وإشراف من سمو سيدي ولي العهد. اليوم النسخة الثالثة من احتفال نور الرياض بعنوان قمرة على رمال الصحراء. هذه النسخة هي امتداد النسخة الماضية، حيث أصبح احتفال نور الرياض هو أكبر احتفال لفنون الضوء بالعالم، والنسخة هذه هي كذلك هي الأكبر في العالم. والحمد لله من ناحية النوعية السنة هذه شارك معنا أكثر من 100 فنان من 35 دولة، منهم 35 فنان سعودي. جميع الأعمال تركزت في 5 مواقع في مدينة الرياض، مركز الملك عبدالله المالي كافت، كذلك في حي جاكس بالدرعية، وكذلك عندنا في وادي حنيفة ووادي نمار ومتنزه سلام في وسط الرياض. يمثل حوار مبادلة مضيئة بين 2 من أشهر المباني في سماء العاصمة، برج المملكة وبرج الفيصلية. طبعا النسخة هذه تميزت كذلك بتاحة الفرصة أكثر من 450 مواطن سعودي وسعودية تم تدريبهم خلال 17 يوم، والآن هم يشاركون في التنظيم لهذا الاحتفال، وهذه جزء من المبادرة المجتمعية لمشروع الرياض آرت، واللي يهدف إلى إثراء الاقتصاد الإبداعي في المدينة، كذلك إثراء حياة سكان وزوار مدينة الرياض. يعود احتفال نور الرياض في نسخته هذا العام بالشراكة مع وزارة الثقافة ومركز الملك عبدالله المالي وحي جاكس كشركاء الاحتفال. لبرنامج ديرتنا، خالد الجبر، الرياض.